إحنا بنحب الرملة الحركية، ملمسها الناعم بيبقى مرضي لصوابعكم. شوفوا 10 أفكار رملة مدهشة في الفيديو الجديد. الخنفسة الصغيرة المزعجة دي عمالة تشتت تركيزي عن التدريس. المفروض أعمل معاها إيه؟ آدي قرار، أنا هتصل بنادي تينكيت ساند. اتفضل خنفستي المزعجة دي وأدبها. تين بيحاول يعلم العميلة الصغيرة الجديدة، لكنها مش حابة أي حاجة في النادي، لا الرملة ولا العرايس. فتين بيجيب رملة لعب وعروسة مثيرة للاهتمام، أراهن إنها مش هتبقى قادرة تقاومهم. نقطع راس قمع كبير ونثبته جواه، ونلزق شمع السخنة على الوصلة. نضيف رمل حركي ملون في القمع ونعمل طبقات. ندوس عليه لتحت بقوة بصوابعكم. نغطي القمع باستخدام بورد ونقلبه ونشيل القمع، ونسيب عليها عروسة من غير رجلين. فستان عروسة جديد بقى جاهز. حبيتي تصميم الرملة ده؟ واو، أنا ما شفت جيبة زي دي قبل كده. القماش رملة خالص. أنا ممكن بسهولة أخلي الجيبة دي أقصر وأبتكر تصميمي الخصوصي. في طن رملة في نادي تان، ممكن تعملي منها حاجات مختلفة. طيب وبالنسبة للصمغ؟ ممتاز، هيبقى مفيد لما نيجي نعمل رملة حركية. نخلص صمغ التثبيت، حمض بوريك، لون، ورملة حمام شنشلة، ونحركهم كويس لحد ما نعمل رمل حركي. وللوصفة التانية هنضيف سكر على صمغ أبيض، ونضيف عليهم لون، ونضيف عليهم شوية سيمولينا، ونحركهم كويس. وفوالا، عملنا رملة حركية طازة ومرضية. دلوقتي ممكن تشكلوها لحاجات مختلفة. إحنا بنحب الرملة الحركية، ملمسها ناعم وبيبقى مرضي لصوابعكم، وممكن تقطعه بسكينة وشوكة زي الحلويات. لما بيكون معاكم رمل حركي بيكون عندكم طن من الأفكار للألعاب. بصوا عليه بس، هو بيقع حتت زي العجينة الناعمة، ده مذهل. في شيطان صغير في بيتنا، هي ما بتعملش حاجة غير إنها بتحاول تدمر حياة أختها. تسريحة شعر وميك اب وانتي نايمة؟ قد ايه ده جميل؟ ايه؟ ده كابوس! تعالى خد اختي للنادي دلوقتي حالا علشان تأدب نفسها بنفسها. البنت الجديدة مش بتحب الرمل. استني، انتي لسه ما شفتيش سطح مكتبنا الفضائي. نعمل كورة كبيرة من الصلصال الخفيف. ونعمل كمان شوية كور صغيرين. نثبتها بالكرة الكبيرة ونضغط عليها لجوه، ده هيكون كوكب صغير. نعمل كواكب مختلفة من الصلصال ونشكل وحش فضائي مضحك من الصلصال الخفيف. نضيف عيون بتتحرك. نبتكر مجموعة وحوش جميلة، ونقطع جنبين من علبة ورق كرتون كبيرة. نلونها من جوه بألوان أكريليك. نعمل إيهام بشكل سما فضائية، ونضيف الرملة الحركية الملونة من تحت.
نستخدم أعواد أسنان لتثبيت الكواكب في الحيطان. نثبت الوحوش على الرملة ونزين السما بالنجوم. مثير جداً! دي علبة فضائيين كاملة. ده كوكب رمل من مجرة تانية، شكله جميل جداً. كنا عارفين إن الفضاء الخارجي لطيف. في مهمة جديدة في نادي الرملة، يلا نعمل جراب موبايل من الرملة. نلون جراب موبايل سيليكون بلون أكريليك ونبتكر شكل قاع محيط. نغطيه بصمغ شفاف ونرشه برملة ملونة. نثبته بسبراي الشعر. هنلون عروسة البحر من ورق فوم بلون أكريليك ونلزق حجرة الرايم بلاستيك على الديل زي القشور. نغطي شوية خصلات شعر بالصمغ ونرشهم بالرمل. نثبت عروسة البحر على الجراب ونضيف نجم بحر زينة جنبها. ابتكار جراب موبايل بقى حاجة سهلة جداً. قصوا شكل ملكة البحر وجرابكم السحري اللي من تحت المية هيبقى خلص. ده جاي على طول من أرض الرملة. وحشنا الصغير بيسحب الدادبين وراه ناحية كل اللعب المخيفة. أنا عايزة جرعة أدرينالين. استني، أنا عارف أسليك إزاي. يا دادا تن، أنا عندي ليك زبونة. شوفوا خدعي بالرملة الملونة. الرملة بتتحول لتفاحة شوبكنز. نملى بالونة برملة ناعمة. نلف خيط واين حوالين الرقبة ونقص الطرف. نقطع تفاصيل تفاحة شوبكنز خضرة من ورقة فوم بيضة سميكة. نلونها بلون أكريليك. نثبت التفاصيل على البالونة ونقلد شكل ظهر تفاحة شوبكنز. نضيف الحواجب، الرموش، الفم، المناخير والخدود. مدهش! دي زهرة تفاحة ومضحكة جداً. أنا هاخدها لنفسي وأوعدك إني هتصرف كويس. جه وقت الراحة، خصوصاً لما تن بيعمل لمبة رملة للاسترخاء. نضيف رملة ملونة في عبوة إزاز مناسبة. نبتكر طبقات ملونة. نزين الرملة بأصداف بحر من فوق. نلزق أصداف البحر بشمع سخنة حوالين محيط الشمعدان. نضيف طبقة رمل ونضيف إضاءة شاي عليه. ونضيف الشمعدان جوه العبوة. إحنا عملنا قطعة روعة من الديكور الداخلي. ممكن أخده معايا البيت لو سمحت؟ دي هتكون هدية لأختي الكبيرة التعبانة. واو! دلوقتي ده تغيير. الشيطان بقى ملاك ومعاها هدية جميلة. أنا عندي ليكي هدية تانية. ده حمام لرجليكي التعبانة وجاي مع كور حمام. أنا عندي أحسن أخت في العالم. نضيف لون طعام على جيل منظف غسيل. نضيف بيكنج صودا ورملة ناعمة. نحركهم ونعمل نفس الخليط من لون مختلف. نضيف رملة ناشفة وخليط الرملة في قالب بلاستيك مدور ونعمل طبقات عشوائية. نضغط عليه لتحت كويس. ونجمع نصين القالب ونسيبه يثبت لمدة 6 ساعات. نربط كرة الحمام الجاهزة في غلاف شفاف مع حشوة هدية. أنا كنت بحلم إني أسترخي طول اليوم. يلا نجرب كرة حمامي الجديدة. هاي، دي شكلها كده مش حلوة. هي ليه فيها رملة كتير؟ أختي، أنتي متعاقبة.
التلميذة الصغيرة رجعت تاني لميس سميث. هي بقت مطيعة، هادية وكريمة جداً. بتقدم لمدرستها شوكولاتة الصداقة، دي لطيفة جداً. نخلط حمض بوريك مع صمغ تثبيت ونضيف ألوان ونقطة من بوركس. نعمل سلايم، نضيف رملة ناعمة، نحرك الكتلة لحد ما الرملة تبقى كلها متلونة. نحط الرملة الحركية في قالب شكل قطعة شوكولاتة وندوس عليها لتحت. نغلف قطعة الرملة بالفويل. ونضيف ليبل هيرشي مطبوع عليها. نلزق الأطراف ونسويها. ميس سميث بتحب الشوكولاتة، لكن المرة دي بتاكل مقلب بدل الحلويات. المكون الأساسي للشوكولاتة ده هو الرمل. ده فصل الرسم في نادي الرمل. بحرص هنغطي صورة حصان بصمغ أبيض ونضيف رملة ملونة. هنلون الصورة كلها بالرمل. الصورة خلصت، والوحش الصغير اللي معانا بقى مختلف دلوقتي، بقت بنت مطيعة ولطيفة. عجبكم أفكارنا عن الرمل؟ اكتبوا تعليقات تحت الفيديو أي واحدة هجربوها في بيتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في قناتنا واضغطوا على الجرس علشان ما يفوتكمش أي أفكار وحيل مبتكرة جديدة من تروم تروم.